أيام قليلة تفصل حلبة البحرين الدولية موطن رياضة السيارات في الشرق الأوسط عن استضافة سباق الفورمولا 1 جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج 2021، والذي سيجري من 26 وحتى 28 من مارس الجاري. هذا وأعلنت الحلبة مؤخرا عن طرح تذاكر السباق العالمي للبيع، حيث ستكون متاحة فقط للحاصلين على التطعيم المضاد لفيروس كورونا والمتعافين من الإصابة من الفيروس في المملكة، وذلك لضمان انطلاق السباق في بيئة آمنة. كما يصاحب السباق مجموعة واسعة من الفعاليات الترفيهية المنوعة التي تقام في قرية الفورمولا 1 في مناطق مفتوحة، مع الالتزام بتطبيق شامل للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المعلن عنها في مملكة البحرين لضمان استمتاع الجماهير بأجواء الإثارة بشكل آمن.